السلام عليكم الحبايب ديالنا، وكما العادة الكوين كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم، هانيين، نهاركم مبروك، ونتمنى ان شاء الله بإذن الله تعالى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير. الله يحفظنا اجمعين. عندنا راه ندير لكم واحد الغداء سبيسيال، رغم ان القلي غير صحي، عارفينها غير صحي، ولكن الانسان كيتشهى بالطبع ديالو، كيتشهى وكيتذوق. ايوا ضروري. دابا حنايا في البادية هنايا، نهار السبت يكون عندنا على شكل واحد الاحتفال. نهار السبت كما قلت لكم يكون عندنا على شكل احتفال، حيث كلشي كيكون عندنا السوق. يوم السبت يكون عندنا السوق، كلشي كيجيب الحوت وكيقليه، كيقليه على الكانون. الاغلبيه ديال الناس كيقليه على الكانون، لان القلي ديال الكانون عنده واحد اللذه رائعه رائعه اكثر من القياس. ياك غزلان. المهم بعد، السلام عليكم، نتوما لاباس عليكم، نتمنى الله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير ان شاء الله يا رب. المهم كيف بقى لكم السي محمد؟ ارفع الصوت، من مريض سمحوا لي. الله يشافيك يا بنتي. امين. المهم كيف بقى لكم، حنا نهار السبت ضروري ضروري خصنا يعني نقلي ولا كانوا والحوت ضروري ضروري، يعني كما نقولوا عاده ضروري. والوالدة صورنا الفيديو بارطاجيناه، هذه ساعتين وبقى خدام. انا ماشي عنده بقى مسالات. هسه غاب الباب، دابا الباب هسه غاب الباب. عين تشوف لقى الوالدة عين. ها البويبة عاوتاني، عاودتها من جديد. ها عاوتاني، ها الحلة الجديدة. ها المهم دابا الشيطان. المهم دابا نبدا بطاطا هي الاولى، حيت يعني البطاطا ما كتطلق لنا والو. بعد موراها غندير الحوت دابا غندير هاد المطيشه هاد وهاد الفلفله باش ندير بهم واحد الشليضه صغيره. كما كنعرفوا واش سميتها ديك التكتوكه؟ تكتوكه. دير متشوه هنا، يعني انا كنصاوب وما كيتشوه. باقي طماطيش؟ اه طماطيش. ماشي مشكل. ماما غايت عندها عندها عندها. كتبغيش عندنا العافيه، كنفخو عليه بحال هكا. الرابوس ديالنا هو الفا ديالنا. كيف باقي نجبدو؟ اويلي اويلا هنا هنا تحت حياه الحيده لي. تك تك هي تك تك. هيا شوف 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 هيني. هيا بيني صافي. بنتغداو ها الطبيعة، النهار بنتغداو. هادو راه كنخدمهم غير واحد الجارة ديالنا. هذا ها الصوف، داك القبابات، وداك داك القبابات اللي قدامين، وداك السراول الصوف اللي يكونوا مستعملين ومشرقين. هادو هما اللي مخدومين بهم هاد الصوف هذا. وهادو غير الخناشي ديال الخناشي ديال الزراع، والخناشي ديال ما هادوك خناشي الزرق. هادو كتصايبهم واحد الجارة ديالنا، حتى الوالدات فهم فيهم شويه، صايب فيهم شي شويه. هذه قيل لك صايبه الوالده، هذه ها الكبيره كصايبه الوالده، لكن هذه مزوقه كصايبه الجاره ديالنا. ها الصوف راطبين تبارك الله راطبين. ها اللي تشوفهم يقول زرابي ديال انت. اللي بغى شي زربيه مرحبا به. المهم هذه الاولى حنا قريناها، الفياج الاول. الفايز الثاني. لا ديدا ودي ديدا، وشحال ديدا وشحال ديدا.
نورمالمون خصها بلا ما تخسر الحجاب باش كدير فيها داك الدواء، ولكن انا طاحت لي في الرمضه. طاحت في الرمضه داكشي بالغسل. نرجعوا بكم عند الوالده، يلاه سالات الشكل النهائي. جعت بزاف، جعت ونقول للغزله لا 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 قيل الغدا دغري قلقت عليها وزربت عليها جعت. الصباح ما ناكل شاي، دابا جوعت جيت ودخلت فيها من الداخل صغرت بلايا بالقهوه. الوالده بلايا بالقهوه، سنين ضروري نشرب قهوه كحله. نتغدى قهوه كحله ولا بالحليب؟ والشوكولات، الشوكولات المسوس عجبه حمقه. عدنا نقلي الحوت شرمل في قبايل، شرمل على حقو طريق النيف. يا بسم الله قلبهم هادوك ديهم كيفاش ماما؟ ايه خلي واحد ثلاثة نقاوم بالطاجين، خليك من السخين وخلي واحد ثلاثة ولا أربعة نقاوم بالطاجين. وهي الثلاثة بينا نتعاونوا على الحوت. اخي انا غلبني هادشي صراحة. هاي طول تعمل قياد عاوننا. دخن احسن لحظه في الباديه هي هاد، احسن لحظه ضروري ضروري فيها شويه ديال التمره، ولكن عندك لاين قصير. شكون اللي يعرف هذه؟ هذه حبه حلاوه، هذه اللي كدير مع الخبز والقراشل. شوف التومة البلدية، شوف شوف هذيك التومة بلدية، القصبر بلدي، الكامون مطحون نقي ومطحون على اليد، كلشي بلدي تقريبا. خرقكم انتوما مخلص عنا. ايوا هزيت هذا، هزيت هذا شحال عندي العزيز انايا بزاف هزيت. غزالة غزالة عرفتي كيجي حمق. خدي ضروري خلي لي من الشيبة ناكلو ضروري، حتى الوالدة عجبها. انت في الحرة في الوالدة، راه الوالدة عجبها الحر بزاف. وياه الكوزينة. عارفين هادشي ماشي صحي، ولكن الحمد لله جدادنا وحبابنا والامهات ديالنا والوالدين ديالنا كياكلوا فيها شي وباقيين ياكلوا فيها شي وهم في اتم تمام الصحه والمناعه والقوه.
دابا نزوق الطبسيل كيف ما تزوق شحال هذه زوقت الدريساج الله هي اخرتي الطريقه اللي شحال هذيك نكونس شحال هذه علمتي خالتي انا مول الفكره قلت لي خالتي اللي علمتي خلاص دي النهار هي قالتها لك ولكن انا دابا قلت لك هذيك اللعيبه قول لي شكرا العفو بقى مطيش اخوها ايه هي اللي دابا المقله خليني الاحسن ايوا يلا هاد الجلسه فين غتلقاو هاد الجلسه فين غل... خالتي جوحت بزاف اخالتي قلنا الراي ديالي راه بينا كل بصح في الطبيعه ياه الروسه قلات حفله النحاس قلات عطى الغدا زوينه احسن اكله عند خالتي هي الحار هي الحار والشوكولاط المسوس المسوس